مجدي طعمية سخنة آخر لزازة. السلام عليكم. ماشي عاملين ايه؟ وحشتوني. يعني مش فاكر كده عاد حلقة كام من لعبة سبايك الفلافل، بس مش عارف في ايه. الدعم واقع قوي، وقت المشاهدة واقع اكتر حرفيا. مش عارف في ايه، محدش بيتفرج على الفيديوهات ليه؟ مش عارف، ومحدش بيكمل، بيكملوش 5 دقايق في الفيديو ويقفلوه، مش بيكملوا يعني. ممكن وقت قليل قوي بيقعدوه. فطيب ليفل 30 شاي مرني حط يا عم يلا. فمتنسوش تعملوا سبسكرايب شير، بقينا 640 بين 641 من دقيقتين حرفيا. يعني في حد لغى الاشتراك، لماذا لا اعلم صراحة يعني. ماشي مش مهم. نبدا لسه جاي من المدرسة، قلت يا سجل بقى. هدا ودي ماشي. اللي بعده 3 بطاطس، 3 سلطة، 2 طحين، سندوتش بطاطس. انت عايز ماشي 3 بطاطس، 3 فلافل، 3 طحينة، 3 سلطة. في ايه يا حاج؟ يا حاج على صحتك، انا اخاف على صحتك. وازاي يعني ايه يا معلم؟ بطاطس مع طعمية ما ينفعوش، دونت ميكس. طيب بطاطس طحينة طعمية، ايه الميكسات، ايه الميكسات العجيبة بتاعتكم دي؟ انا مالي، انا مالي، وانا اللي هاكل ولا انتوا؟ انا مالي يا عم. بس ده انت بقى، انت تبنى غلسة بس، خرب بيتك بما بتموتش بترجع تاني. دي عايشة حياة أبدية الدبانة دي. ماشي خدي كولا سندوتش. ماشي 3 2 توأم شبه الخلق الناطق. ماشي بس يا ولاد، ثانية بقى، ثانية بقى. حط يا عم، حط شيك شيك شيك. ماشي استنى بقى، استنى. لا مش عاوز، انت مش عاوز، استنى استنى معلش. انت فين الاغنيه؟ فين؟ انا محتاجها، انا محتاجها. يلا في داهيه انت كمان بقى، ما تزهقنيش. انت عاوز ايه؟ نلحق ده ولا يا حاج؟ انت خدت باكت بطاطس يعني ده انت يعني كبير وحرامي. ده ايه ده؟ بعد ما خد باكت بطاطس غضب، لما كنت تغضب قبل ما تاخد باكت البطاطس. يا عم باكت البطاطس، ها يسأل باكت البطاطس على كده يغضب ويزعل. ماشي 2 اللي بعده. ايوه هات محتاج الاغنية اسمعوا بقى. طعمية سخنة اخر لزازة، وكم رغيف من الفرن طازة، والفول بيضحك في الطبق معرفش ليه، وش هيدين سكر زيادة من غير ما تسأل ليه وليه. يا جدا حاول تعيش لحظة سعادة. بس كده؟ طيب اللي بعده هات ده. بطاطس ايه يا معلم؟ بطاطس ما طبقه كتير قوي، بينها قصاد الشاورما كل حاجه اوتوماتيكي، مش بعمل حاجه انا اساسا.
وبس احط المكونات ان شاء الله يعني في المستقبل، معناها بقى حبه ما نزلهاش تحديثات، يخترعوا روبوت بقى هو اللي يحط المكونات مع نفسه. انا اقف اتفرج بس واجمع فلوس. لا حتى في مكنه بتجمع فلوس، مش هجمع الفلوس اساسا. بقول لكم يا ناهي، ناقص 30 ثانيه. كلي 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 براحتك، ما تزهقونيش. ايه ده؟ اتنين؟ لا دي جديده، دي جديده، شفتهاش قبل كده والله. كلي كلي، انا مش شايف، انا مش شايف. مش حاطين يعني الجو المصري ده في وسط الشوارع، مش عارف ليه. ماشي ليفل 31. طيب بسرعه بقى، بسرعه بسرعه بسرعه، يلا نجيب الحرامي. الحلقه الجايه هيبقى الحرامي بقى. استني بقى انت واختك واخواتك. نعم يا باشا. وانا اقول انتوا بتيجوا بسرعه ليه؟ اتاري في عيله ثانيه. كودا بطاطس مش مهم. استنى بقى، استنى استنى، انا تايه، انا تايه دلوقتي. ايه هسد في حالي. ثلاثة ماشي، بطاطس، كولا، مش ده بس حطه تاني يعني، مش لازم مش لازم ترميه يعني، مش حرام ده. حط ماشي، اللي بعده بطاطس، كولا. طيب بس يا حيوان تهدي، ده انت تبقى انا غلطة تهدي بقى. ماشي حط حط حط. شطه، يا ريت تبدا تبقى اكتر، اتنين بس قليل اوي. طب شربت العصير؟ طب استنى اما تاكل. طيب اي حاجه عاوز ايه؟ ماشي ماشي. ايه ده في ايه؟ اي حاجه ايه؟ ونقص ليه؟ ما انا اديت العصير بالبطاطس، بطاطس فاضي. طيب ولا ايه؟ مش عارف ينفع؟ اهو ما ينفعش اساسا هديها. ايه ده؟ انت بتلك؟ ماشي ماشي عديها لك بس. يا بيت لك عشان ما ينفعش. ايه الجو؟ جو نصرمة تشغيل الدماغ ده بقى. لا انت اغضب براحتك. ماشي ماشي يلا بسرعة. كولا. نعم يا باشا. شغل. طعمية سخنة آخر لزازة، وكمرني من الفرن طازة، والكل بيضحك في الطبق معرفش ليه، وشايدين سكر زيادة من غير ما تسأل ليه وليه. هي جنة حاول تعيش لحظة سعادة. ماشي خلصت، خلصت الأغنية. بس بقى بس بقى اوعدكم في اخر اليوم هديكم تلوش. ماشي يا عم، قلت لك بقى هتدبك تتغدى انت وعيالك، ما تزعلناش دلوقتي بقى براحتكم. مش مهم ماشي. عايز ايه؟ طيب بسرعة بسرعة بسرعة. لا
لسه ما وصلناش. فين فين بطاطس؟ ماشي استنى عليا استنى عليا. هذا ماشي ماشي. سندوتش كمان وخلاص. بس كده انا هعمل حاجه في الدبان ده من عليا. يلا اتفضل يلا يلا بس يلا بس انا اتفضل. استنى بس كده روحي بقى روحي روحي. كل 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 حبيبتي كل. مش هنيك على دي مش هنيك. بس اقعد لفي بقى لفي. طيب كده كده هبتدي اعجبكم. هو فيديو صغير انا عارف بس وما حدش بيكمل الفيديو اساسا. انا ما بدي بس عشان انا لسه ما تعبان اساسا. صحيت اسجل بالليل ورايا واجبات اعملها تسجل فيديو محدش محدش بيتابعه وبتهيئ متاكد مش هيجيب فيو قوي. يعني لازم كل فرق ما بين اللعب الفيديو يعني من نفس اللعبه فيديو والتاني 18 يوم مش عارف ليه. بس هو الرقم ده بيجيب فيو حلو بعد الفيديو بقى بتاعها بقى له 9 ايام تقريبا ولا 10 ايام بس بتاع مايك الفلافل. فأنا بكون في عجبكم أهم حاجة مشترك سبسكرايب وشير. أنا لسه تركين قدامنا كتير أوي في اللعبة دي. لا مش بلاقي عناوين أكتبها بحتار في العناوين. الحلقة الجاية أنا النقل الحرامي بعديها الشحات بعديها كل ده بقى مش عارف هسميه إيه. فيلا سلام.